يقول اريد اقرا القران لكن عندما اقرا القران اخطئ عايز اختك بالاخر قران ريسيتير ما راسك ريسيتير ذن ماكك فوتا اذا لا يقرا القران دينت هذا نعم القران الليزه يريد يصلي اي ويل بيد يقول لكن اخطئ مارك ماك فوتا اذا لا تصلي خاطي دنيت بيد تريد تتزوج ريت راو قد تخطئ مع الزوجه يكون تخفوت ماك ما شي اخ اذا لا تزوج يقول لا اتزوج خذوك زخ نيت راو لا تختي نيك خغلت راو لماذا في الشريعه نتوقف فارم اسخاتهم اسلاميتيس بنتا دات فو دان ستوب ان بلاص فان دات فو دور زيتن يعني هذا مثلا استطاع ان يتعلم اللغه هاي بس ديزي برودر دي فراغ ستيلت هاي اسم فوبوت ان ستاتو دا تالت ليرا وتعلم في المدرسة كان يخطئ انا هاي ابو بسخول دا تالت ليرا انا ماك تفوت اذا كان يجتهد في قراءة القرآن ويخطئ لغة يؤجر على هذا اس هاي فوت ماك تنت ريسيتيرا فان دا قرآن دا فورت هاي زلس فور بلوند لكن يجتهد في تصحيح الاخطاء مر هاي سبنت زيخ ان ام ديزي فوت تو كوريسيرا يطلب من الله افراغت فان الله عز وجل ما الفرق بيني وبين هذا؟ بس تشخيط أمس. إذا لا فرق. سخين فسخين. يجتهد يفتح الله سبحانه وتعالى. سخين إن الله عز وجل زال إمكان سخين. الله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن. الله يفتح مكلك. يعني دراسة القرآن. الله يفتح تعلم القرآن. الله يفتح مكلك خماكتم ديز القرآن تبستوديرة تأوفر بينزة أنت ريسيتيرة أنت ليرة. نعم والله. إذا بقي علينا اجتهد فقط أين خطوات بتدوني صمص إن زتن إن سبنا نعم